يناير 2021 من استديو شمس البحرين. الصباح عليكم بالخير والنور والسرور مشاهدينا في حلقة يوم الثلاثاء. في هذه الحلقة الصباحية المتميزة بفقراتنا ومواضيعنا، لكن في البداية أكيد أصبح على حازم. صباحك الله بالخير. صباح النور والسرور إيمان. يوم مميز ويوم مختلف وسط أسبوع دائما نكون في مواضيع خفيفة وشيقة عندنا، صح؟ دائما نجهزها لنا فريق الإعداد. خلينا راح أول شيء أصبح على متابعينا وين ما كانوا من خلال متابعتنا في هذه الساعة الخفيفة من برنامج شمس البحرين. وراح نبتدي باكيد فقرتنا الصباحية، لكن قبل ما نبتدي فقرتنا الصباحية نبدي نرحب بضيفتنا المميزة اليوم اللي فعلا احنا سعيدين انها هي متواجدة معنا اليوم في شمس البحرين. هي ضيفة تتابعنا من زمان الصراحة، تابعت انت بالتحديد ايمان وحريصة انها اكيد ما تفوت ولا حلقة من حلقاتنا، فقلنا اليوم نكافئها وتكون موجودة معنا نشوفها ونتعرف عليها. صبحك بالخير نورة. صباح النور والسرور. شلونك؟ زينة الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله. أنا وايد مستانسة إن أنت موجودة معنا اليوم. حتى أنا. يقولون كل يوم تتابعين برنامجنا، صح؟ إي. تستانسين وايد. بالذات في فقرة المشروب الصباحي. إي أكيد. شنو أكثر شيء عجبك في البرنامج؟ العصير وفقرة الصباحية. فقرة الكوفي. إي. كنتي تقولين لي تحت الهواء قبل شوي، كنتي تقولين لنا كنتي تتابعيني إن أنا ما أشرب كوفي. إي. بس اليوم موجود العصير ويانا. جربتي أنت قبل شوي صح؟ عجبك العصير؟ إي. وتترك دراساتها وتتابع البرنامج. بس ان شاء الله عاد مو وقت الدراسه نوره. لا لعادات، تشوفين لي عادات، تشوفين لي عادات صح؟ اي احنا وايد مستانسين صراحه ان هي موجوده والله يعني نوره نورتينا. شنو اكثر شيء تحبينه نوره في شمس البحرين؟ لا في حياتك اليوميه انت اكثر شيء تمارسينه، هواياتك؟ الرسم، التلوين، العب مع اختي. الله. وقلتي لي كبرتي تبي تصيرين شنو؟ معلمة. معلمة شنو؟ معلمة كل المواد. كل المواد. بس أي شيء. تحبين التدريس، تحبين تكونين معلمة؟ إيه. أكيد أنت وايد صديقة معلماتك في المدرسة. إيه. والحين عندكم إجازة ولا عندكم مدرسة؟ لا يعني بس أنا عندي الحين بوابة وأختي عندها تيمز. فأنت تدرسين عن بعد. إيه. والله الدراسة عن بعد حلوة ولا شوية صعبة ولا سهلة؟ لا حلوة، سهلة. المدرسات أكيد ما يقصرون وياكم. لا ما يقصرون. أكيد نورة يعني إحنا سعيدين بتواجدك ويانا اليوم، استانست وايد إنك اليوم أنت موجودة، بتكوني موجودة معانا إن شاء الله طول الحلقة، بتشوفين شو يصير، نفس ما وعدناك بتكونين موجودة وبتعرفين وبتعيشين أجواء الاستديو ويانا. إن شاء الله. شكرا لك نورة، يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا راح أروح حق المشروب الصباحي، تسمح لي حازم؟ خذي راحتك. صباحك الله بالخير كميش، اخبارك؟ عساك طيب. اهلا وسهلا. شو مسوي؟ طبعا احنا قبل شوي كنت نسولف ويا نوره، اقول لها جربتي العصاير؟ كانت شويه متخوفه يعني بالنسبه لها الالوان، بس يوم جربتي قالت لذيذ. الحمد لله. فهاي اللي يميز جمامي، يمكن الالوان وشد يعني طعم العصاير، فاليوم احنا راح نسوي اكثر من عصير مختلف. احنا اليوم عندنا عصيرين، عصير صحي. اي. وفي زنجبيل نفس ما قلنا حق الشتاء، زنجبيل جدا مفيد. وعندنا جزر من مكوناته. حلو. ملاحظ انه مركز على الزنجبيل وايد خلال هالفصل. حق الشتاء، الشتاء يحتاج زنجبيل لانه يعني يقوي مناعه الجسم، يعني يحميك من الفيروسات البسيطه، لان احنا الفيروس ما نقدر نقول فيروس، الفيروسات البسيطه، الزكام، الكحه، الامور. فالزنجبيل واجد يعني يعطي للجسم مناعة قوية، تزيد المناعة عند الشخص. إيه. واحنا اتفقنا ان شاء الله كل يوم راح نعطي المشاهدين معلومة. اليوم معلوماتنا ان شاء الله عن الجزر عصير الجزر ان جنرال مفيد، وفي فيتامين كي، فيتامين جيم، مفيد للبشرة، مفيد لالتئام الجروح والعظام، يساعد في يعني سرعة التئام الجروح والعظام. فيعني هذه معلوماتنا اليوم. احنا يمكن واحنا صغار كانوا كلها يقولوا لنا ان اشرب جزر دائما او كل جزر عشان تقوي النظر. بالضبط صح، كحافظه حافظتني صححت لي صححت لك المعلومه. فاليوم ان شاء الله عصيرنا اسمه رويال فلاش. رويال فلاش عشان اللون، يعني عشان اللون وعلى اساس حتى مكوناته يعني مفيده للجسم ان هي تنظف الجسم من بعض السموم وهالامور. حلو، خلينا نبتدي عيال في اول عصير اللي هو بيكون العصير الصحي الرويال فلاش. الرويال فلاش بعدين راح ننتقل حق العصير اللي على قولة حازم الصحي حق النفسي حق النفس حق الروح. زين فحازم بنبدا اول شيء بشنو؟ بالجزر اكيد. كفو عليك. اخر شيء اتوقع بس الجزر ما في سوائل، كميه من السوائل كبيره. احنا ما في كميه بس فائدته مهمه الينا وطعمه شوي يعني ممكن يكسر. ان انت تاخذ كميه عود تطلع يعني كميه بسيطه، يعني السائل يطلع منك، ولذلك احنا عندنا تشوف الكميه كبيره حق مثلا احنا قاعدين نتكلم عن قلاصين بس اذا بنلاحظ بشكل عام احنا نستخدم فواكه يعني بشكل كبير، يعني اذا نشوف الحين حق قلاصين تقريبا عندنا 4 صحون صح، حق قلاصين تعتبر كميه كبيره. اي فلذلك احنا نقول ان العصير اللي احنا نقدمه المشروب خالي من اي ماء او اضافه الى سكر، فلذلك نشوف الكميه كبيره. عيال نبتدي نسوي العصير. يلا يصير انا اكل يزرع بما انه هو مفيد للصحه. هذه تخصصي الصبح. احنا الحين لازم نجيب بعد شيء. ما لازم تذوق المكونات قبل لا لازم تجرب الجوده، تتاكد من الجوده. تاكلين يزر نوره؟ يزر؟ ما تاكلين يزر؟ دائما مفيد وصحي اليزر. اكل سلطه انا بس بالغد، ما اكل في الريوق لان عكس مهم يزار والسلطات الصبح مهمه جدا. اي بس انا اكل في الغداء ما اكل في الغداء اهم شيء فيه يعني سلطه. لازم في سلطه في خضره في المكونات. الحين احنا حطينا اليزر حطينا الجزر، واذا بنلاحظ احنا قريب نخلص بس كميه الماء اللي طلعت منه جدا بسيطه ولكن فائدته كبيرة. بس اتوقع كمل يعني حتى الطعم طعم عصير الجزر بيكون ملحوظه يعني حتى لو كانت كميه بسيطه صح؟ حتى يعني اللون تفرق الطعم واللون لان الجزر جدا يعني قوي من ناحيه الطعم واللون مثل ما قلت لي. انا صراحه احب الجزر يعني احب اكله واحب انه يكون موجود في السلطه. الحين يمديش تاخذين يمديني خلص الصحن عاد عقب ما في مكونات حق العصير. عقب شنو نشرب يا ايمان؟ اي عقب مالك الا العصير الفلاني. نكمل باقي الجزر. ها الباقي بعد هذا حقك حازم ها لان اخذت منه ايمان. قلتك الكميه. هذه الخلاطة تطحن الأشياء اللي مو بزينة وتخلي يعني تفرزها في مكان. أي هي تعطينا السائل وتفرز اللي مو بزينة على جانب في صوب. بدون حرارة ها؟ بدون حرارة بعد. بدون حرارة. هاي أكيد لك إن هي متابعة يومية. إي يعني نحب اصدقائنا اللي يتابعونا دائما في شمس البحرين. نورة اذا نسينا اي شيء ذكرينا. انزين. انا اتوقع الكميه بتكون زينه صدق حق الدواصل نفس ما قلت كمان. انا توقعت راح تكون شويه يعني اقل. اي احنا بدينا بدايه منخفضه بس يعني تشوف الليل. والحين نبدأ احنا عندنا الحين ليمون خفيف وزنجبيل. تحط الليمون قبل التفاح؟ اي مو بالتفاح اثقل؟ هاي اللي انت علمتنا اياه. تالي اخر شيء بنخلطهم كلهم. ها اوكي. زين الحين الزنجبيل بنخلي المقادير عند حازم يعني المقدار اللي هو يحبه بنخليه عشان ما يطلع طعمه. لا العين لا تعلى عن الحاجب يا استاذ. لا يعني انت تحب الزنجبيل كميه قليله ولا كميه كبيره؟ بالعكس يعني هو الزنجبيل مثل ما قال مفيد دام يعني مفيد حتى زيد الكميه ما في مشكله. خلاص قال لك زيد حطه كله عشان ما تحط لي انا. وبنشوفه اذا خلص العصير او لا. نورة موجودة مشرفة على الموضوع. نورة بتقيمنا هي بتصير. أنت يعني أول شيء نعم الله عليك من الصبح ما شاء الله ضيفنا وميل وبوكس جميل كان صراحه، مكتوب عليه سنه خير على الجميع ان شاء الله يعني العام الجديد، كل عام وانتم بخير والمتابعين والجميع يعني بألف خير يا رب. يعني فكره حلوه صراحه، دائما يخلينا نتريق معاه هني الصبح بعصاير فريش ومفيده وبارده ولذيذه، صح نوره؟ جربتيها انت؟ شو رايك فيها؟ وايد. عرفتي ليش احب العصاير؟ لان برضه طعمها سويت يعني هي. خليك على العصاير لا تروحين على الكوفي، لا تصيرين نفس حازم. الحين هذه السوائل اللي طلعت من عصير من الجزر نفسه، من الزنجبيل والجزر. الحين بنروح الى التفاح. التفاح اخف شيء على يعني عمليه هضم الماكينه، وغير كذي قلت التفاح الخفيف. قلت ان التفاح السوائل فيها عاليه جدا، صح؟ سوائل عاليه، طعم سويت، سكر. شكرا. نورة التفاح شلون؟ نورة مو ويانا اليوم. ها نورة التفاح شلون؟ صديقك؟ ايه تحبينه؟ خصوصا الاحمر. والاخضر زين، الاخضر مفيد اكثر. ايه انا ودي الصراحه بسرعه تجهز العصير، ما فيني صبر اجربه. الحين نسرع. يسرع اذا ما عليك امر، انا ما في صبر اني اجربه وابيك عازم يجربه وياي. الحين اتوقع هاي العصاير نقدر نسويها في البيت، يعني شيء سهل اذا الكل التزم بالكميه الصحيحه بالطريقه الصحيحه بالمقادير. يعني بيعطيش عصير في البيت. ودائما الاحظ يعني الامهات يمكن يسوونها دائما حق اليهال في البيت، انه يشربون عصاير صحيه كذي فريش، يخلون اليهال يساعدونهم ويجربون معاهم، يحبون يتعلمون بعد يعني. صح. تقريبا خلصنا من العصير الاول. العصير الاولي. اليوم ما في ايس كريم حق العصير الثاني. لا اليوم عصايرنا. الله. اوه ماخذ لون الجزر. لونه قوي الجزر دائما. الثاني تفضل. شكرا. الله يذكره بالخير الوالد. دائما كان واحنا صغار يشربنا يزر، فانت رجعتني للماضي الجميل يعني. إيه. بس تشتمل ريحه الزنجبيل؟ ايه واضحه. ما بنرجعك للذكريات. بنجرب مع حازم. تفضل حازم. زاد تفضلك. نورة تحبين عصير اليزر؟ اكيد بس شويه. يلا معلم بنخليك تجربين. معلمتها امها اللي علمنا اياه الوالد. الحين بنجرب العصير الثاني، صح؟ العصير الثاني. العصير الثاني هو عبارة عن مكونين لذيذين خلينا نقول، طعمهم جدا جميل، مانجو والافوكادو والرمان. حازم شكلك مصدوم من الطعم. اللاسعدي الخفيفة موجودة. هو كثر لك من كذي اسألك تبي الكمية ايش كثر؟ لا ممتاز. هو الليمون إذا لاحظت كاسر الطعم. لا الزنجبيل يعني ماري، لانه يمكن انا مدقق على الزنجبيل. يمكن انت مركز على اي كان المفروض ما نقول له. المفروض انت لو ما قلت لي كان ما بعرف، كان ما بيدرك. زين فالحين السؤال نوره، نخلي الافوكادو تحت او المانجو تحت؟ شو تحبين؟ اوكي يلا نقول بسم الله. يلا على ذوق نوره اليوم بنحط الافوكادو تحت. هذا الافوكادو. هنا نحط رمان. تحبين الرمان؟ كلنا نحب الرمان اتوقع. الرمان من الفواكه ترى اللي يعني تدخل في النفس السعاده. يعني وايد الرمان. تحبين وايد الرمان. اكا حطينا لك وايد. اكا حط لك وايد دلعتش. المانجا فوق؟ ايه. اوكي. هذا العصير شنو اسمه كميل؟ هذا مانجو افوكادو. مانجو افوكادو. تشوفين البيسز المانجو شلون قاعدين يجون؟ طبعا احنا عندنا خلطه خاصه ان المانجو يكون القطع موجوده من ضمن العصير. هذا هو العصير الثاني اللي هو المانجو افوكادو في حبات الرمان. يعني اليوم سوينا عصيرين، عصير الجزر بالتفاح بالينزبيل بالليمون يا سلام، وعصير الافوكادو بالمانجو بالرمان. حافظه الدرس. يعطيك العافيه كميل، ما قصرت اليوم، سويت لنا نوعين مختلفين. ان شاء الله باكر نشوف الانواع الثانيه والمتميزه معاك، ونقول للمشاهدين يكونوا جاهزين لمسابقه يوم الخميس بينش وبين حازم. اوه في مسابقه بيني وبين حازم، تتذوقون العصيرات وتقولون لنا المكونات عشان نجرب. لعبتي انا التذوق. اوه ان شاء الله اكيد انتظرونا يوم الخميس عشان تشوفون مين راح يفوزون ولا حازم. واحنا اكيد نشكرك اليوم ونشوفك باكر ونشوف الاصناف الجديده اللي راح تسويها لنا. يعطيك العافيه ما قصرت، شكرا لك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نواصل معكم باقي فقراتنا محطاتنا في شمس البحرين. خلكم ويانا لا تروحون بعيد. يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا من جديد، وعوده لكم لمواصله فقراتنا ليوم الثلاثاء من برنامج شمس البحرين. في هذه الفقره المحاور متنوعه وجميعها مفيده، فعندنا تجربه لرائد اعمال بحريني بدا مشروعه من عمر صغير، واليوم يعتبر اسم بارز في عالم الصناعه، فبيكون حوارنا ما بين الملابس الشتويه وايضا رياده الاعمال. معنا رائد الاعمال محمد الحسيني، يا هلا ومرحبا فيك، صبح عليك بالخير والنور والسرور، سعيدين بتواجدك معنا. نشكركم على الاستضافه. بالعكس هاي واجب. خلينا نتكلم في البدايه عن مجال اللي انت تشتغل فيه والعمل والاقمشه والانواع والازياء الرجاليه. طبعا بما ان احنا في موسم الشتاء فبنبتدي في الخلق الشتوي. الخلق الشتوي ما شاء الله هو الدارج حاليا في السوق، وتشكيلاته متنوعه والوانه جدا متنوعه، خاصه ان احنا في فصل الصيف عندنا الستاندر اللي هو الثوب السوداء. خلاص هاي ما يتغير صار. اي صار الثوب يمكن تقدر تغير ازرار، تغير اللي هي الكسره، الفتحه، لكن نفس ما هو ثابت. اي نعم، يعني الابيض والكريمي عكس الشتوي ما شاء الله، البني والرصاصي والكحلي، فجدا مجال متنوع في نكشات عديده. زين خلينا نتكلم شوي، بما احنا تكلمنا عن الشتوي نتكلم عن نوع الاقمشه اللي هي الدارجه في هذه الفتره اللي هي الملونه. اي نعم، طبعا في عندك في ثوب الشتوي هاي نماذج منها. اي نعم، طبعا عندك تشكيله من التشكيلات اللي هو المموج، اللي هاي اول واحد هذه. اي نعم، هاي يسمونه مموج. ها اي نعم، فتشكيلاته جدا متنوعه خلق الشتوي، واللي تحته منقط بنقط خفيفه كانت تلاحظ. صح اي نعم، فبتلاقي يعني متنوع جدا، اللي مقلم عندك واللي مخطط واشكال عديده. خذ اختار بس انت. اي نعم. انزين اشوف انا الستايل يعني الجديد للثوب اللي هو الستاندر، هاي اللي هو اللي رجعنا على الاول. ايوه رجعنا الستايل القديم بالضبط. شلون تشوف الستايل الحين ورجعته؟ والله عليه الغبال حاليا صاير كبير، فجدا مميز وحلو ويبرز كشختك. زين تخصصت انت في الملابس الرجاليه. اي نعم، شنو الاشياء اللي تلاقيها يعني عليها اقبال بشكل كبير؟ طبعا حاليا موسم الشتاء بالذات عندك الدقلات والسديري الشتوي. السديري انا تميز في اقبال على الدقلات. اي نعم، لان خبرك كشتات واللي كاشت ويا الاهل واللي يسوون باربيكيو في البيت ورايحين شاليهات. اي ممتازه، ما في نفسها صراحه الامانه. يعني يعني اول شيء بديت في الرجالي، وعقب بديت في حق الاطفال، والحين هالسنه بديت بالدقلات النسائيه. شنو خلاك محمد دش في عالم الازياء الرجاليه ودش في عالم الثوب والغتره؟ المجال عندنا شوي يعني مو متنوعين فيه في البحرين، ففي عمر لاحظت ان التركيز بس على النسوان والازياء مالتهم، او انه يعني الاشياء الدارجه الجديده. يعني مثلا عندك اللي هو الدقلات من داخل فرو ولما يكشتون الاهل مع ربعهم والله مع شو اسمه، نقدم لهم افضل الجودات، بحيث انه يكون لما يكون الجو بارد تدفيهم الدقله. زين محمد انت بديت في عمر صغير. اي نعم، كلمني عن بدايتك شويه. والله بدايتي كانت بين 15 و 16 سنه. ما شاء الله. اي نعم. لاحظت ان بديت طبعا في الدقلات، انا لاحظت ان السوق عندنا مو متنوع وما في دقلات يعني بالاحرى. صح. صعب كنت تحصل قبل. اي. فجبت كم من حبه وبعتهم على الاهل وعلى المعارف، ويعني ولقيت اقبال كبير على شو اسمه، وفعلا وبديت. والسنه الثانيه بديت ادور على المصانع على المصادر، والسنه الثالثه يعني حصلتهم وقمت اورد منهم. زين محمد، اكيد يعني خلال هالفتره واجهتك شويه صعوبات، عمر صغير. إيه نعم. واكيد الاهل وقفوا معاك وساعدوك تتخطى هاي الصعوبات، شنو اكثر شيء حسيته صعب في مشوارك؟ والله طبعا اول شيء بعض الناس اللي هو يحبطك بكونك صغير وما تقدر صح تدش هاي، لكن وكأي تاجر او رجل اعمال اي راس المال، فما عاقني هالشيء، استعنت بالوالد والوالده اللهم امين، فاعطوني مبلغ وبديت استثمر واجمع واجيب ورد يعني كأي تاجر. زين رياده الاعمال. اي نعم. ايش اللي خلاك تدش في عالم رياده الاعمال؟ اول شيء هدفي وطموحي اني ابني مشروعي الخاص، وثقتي بنفسي في اني ابني مستقبلي، واساهم في اقتصاد البحرين كوني تاجر او رجل اعمال. زين محمد، يعني ذكرنا ان الوالد والوالده الله يحفظهم لك هم كان لهم الدور الاساسي. بالضبط. وهم اللي كانوا واقفين عليهم بالخير وتابعوني يستاهلونهم. الله يحفظهم لك ان شاء الله يا رب. آمين. بس اكيد في ناس غير بعد وقفوا معاك من اهلك من اصحابك ربعك. في البدايه ربعي ما شاء الله ساعدوني، مثلا اذا عندي مثلا معرض والله شيء هم اول ناس واقفين معاي، مثلا لو محتاج شيء هم اول ناس يعني هم بنفسهم يكلموني، هاي الناس الجراب انه تبي شيء محتاج شيء يا محمد، والله اذا في شيء طبعا استعين فيهم. زين محمد، انا يعني لفت انتباهي دقله شوي، شنو الالوان اللي انت تطرحها في السوق؟ طبعا تشكيلات كل سنه تختلف عندي، عندك تضيف عليها لمساتك انت؟ نجيب الستاندر اللي شو اسمه اللي يعني البيسك اللي ماشي عندنا. ايه حلو. طبعا الدقله عندك فيها الالوان الرصاصي واللون الاسود واللون البني، وطبعا البني في عده درجات حق ايه البني في الفاتح والغامج وحتى أيوة. الكحلي ويعني بالضبط. وقيس عليهم وايد الوان. اي وايد الوان، بس اكثر شيء الدقله يعني اتوقع الاسود هو بالضبط الاسود اكثر شيء ماشي، اكثر شو اسمه اكثر شيء الملكي. زين محمد، يعني اللي يفتح مشروع في السابق يعني نقدر نقول صعب يروج حق عمل بالضبط. العمل مثلا شلون بيوصل حق كل بيت، شلون بيدخل أي نعم. الى كل شاب وذوقه ويعرف هاي شنو يبي شنو ما يبي، لكن اليوم السوشيال ميديا وايد ساعدنا في هذا الشيء واختصر لنا وايد مسافات. أي. شلون ساعدك انت هاي الاعلام الجديد في مشروعك؟ طبعا الاعلام الجديد من السوشيال ميديا من وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي خلتنا نوصل السلعه او شو اسمه المنتج حق المشتري او حق المستهلك، توصف له المنتج وتعرض له الالوان، فبس هو مثلا عنده اسئله استفسارات بسيطه على بعض الاشياء يدش ويسالك، يعني ما يحتاج يجيك للمكان. وسائل التواصل الاجتماعي سهلت يعني حق رائدين الاعمال او اصحاب المشاريع التجاريه بشكل كبير. انزين يعني نقدر نقول هذه المجال مجال الثوب والغتره والملابس الشعبيه بشكل عام ما في تطوير وايد، واذا حطيت عليه لمسه تطوير في ناس الاغلبيه راح يقولون لك ها انت شلون اضفت هاي الاضافه، فانت شلون تقنع الناس انه لمسه خفيفه كذي انه في لحين متمسك باللي موجود شو اسمه. هاي الشيء شغالين عليه ان شاء الله، وخلال الايام الجديده او المقبله راح نقنع الناس فيها. في ناس تطلب اشياء غريبه، مثلا في ناس يطلبون تطريز بالاسامي، تطريز على ثوب الشد مختلف عن اللي احنا نعرفه. موجود. تطرحها في السوق ولا بس حق ناس مختصه؟ بس حق ناس مختصه، لكن باذن الله في الايام الجايه بنختص فيها بشكل عود بحيث ان نوفر حق جميع الاذواق وش اسمه. انزين انت محمد بديت في يعني عمر صغير ما شاء الله عليك، نصيحة أنت توجهها للناس أو للشباب اللي صغار في العمر اللي خايفين يدخلون هذا المجال أو إنه متخوفين ما ينجحون، الفشل مشكلة لما يحطه في باله. بالضبط، أول شيء ثق بربك، هاي أول شيء، وثانياً ثق بفكرتك وثق بقدرتك ولا تأخذ على الكلام اللي حولك، وخلك قريب من الداعمين لك دائما، لأنهم هم اللي بيوقفون معك. واهم شيء اللي تقدمه حق المستهلك، اول شيء خليك تكون صادق وكون امين معاهم، وهاي الشيء بيساعدك وايد انك تنجح. كم سنه محمد انت الحين في المجال؟ تقريبا 7 سنوات. ما شاء الله. اي نعم. وانت بتوصل في الختام؟ حاب يعني عندي هدف وطموح افتح خط انتاج عندنا في البحرين واكون انا الموزع في السوق البحريني. يعطيك العافيه، اكيد اتمنى لك النجاح والتوفيق يا رب. رائد الاعمال محمد الحسيني كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا، شرفتنا اليوم. الشرف لنا طال عمرك، الله يسلمك. دائما نسعد بالشباب البحريني المتميز. الله يبارك فيك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الى الان مستمرين معاكم في فقراتنا، ولكن بنروح الى فاصل صغير وبعدها بنرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا، فخلكم معنا. مشاهدينا من جديد، يعني تكون بعض المواهب واضحة للغاية بينما يكون بعضها الآخر مخفيا في الأعماق بانتظار اكتشافها. حصص الرسم في صفوف المدرسة أظهرت مواهب ضيفتنا اليوم من الصغر، وبدعم والدها ومعلمتها تمكنت وتطورت بجدارة. ضيفتنا اليوم شيرين قمبر، صاحبة مشروع فن ارت. صبحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك شيرين. صباح النور والسرور، سعيدين بتواجدك معنا شيرين. مثل ما قالت ايمان في المقدمه، انت بديتي في حصص الرسم، كلميني عن شلون بديتي وشلون استفدتي من حصص الرسم. هو في بدايه يعني ذاك الوقت ما كان عندنا الا الورقه والقلم، ما كان في اشياء ثانيه، فيعني كنت في حصه الرسم ما اعرف ان اصلا هاي شيء يعني يلفت النظر اللي اسويه، بس كانت المدرسه تقول لي واصله يعني حلو حلو، شاركتني في بعض المسابقات ومنها عرفت. انت ما كنت تعرفين ان عندك هاي الموهبه؟ لا يعني كنت صف رابع خامس، كنت صغيرة في العمر، فكان يعني كانت الإمكانيات الموجودة بسيطة. مع التطور حاولتي تتطورين على يعني المكان اللي أنت وصلتي له اليوم مع هذا الفن اللي أكيد منورة في الاستديو عندنا. شيرين، يعني نفس ما ذكرت في المقدمة أن الوالد كان هو الداعم الأول لك في مجال الفن والرسم بحكم أنه هو رسام أيضا، فشلون يعني هذا الدعم اللي حصلتيه من الوالد أثر عليك أنك تطورين مهارتك في موضوع الفن وصولا لهذه المرحلة؟ يعني احنا كنا في البيت من أول ما يوصل أي جهاز أبوي يجيب لنا البيت، مثلا الكمبيوتر كان متوفر عندنا من زمان، كان أبوي يجيب مجلات مال فوتوشوب، فمن المجلات اللي كنت أتعلمه توتوريالز قبل لا أدرس الموضوع يعني، فكان عندي خبرة قبل لا أروح أدرس. فيوم ما وصلت لمرحلة الجامعة كان وايد سهل علي الموضوع لان انا عندي باك جراوند. صح، عندك خلفيه اكثر وتعلمتي وشفتي هاي الاشياء وانت صغيره. زين، الاسم ليش الاسم فن ارت؟ يعني انه هو فن يشمل كل انواع الفن عشان ما يكون عندي شيء معين، اي شيء في فن اقدر ادش فيه. حلو، فما خصصتي الوان رسم كله فسميته فن. خلينا نتكلم شوي عن الاشياء الموجوده. والله انا صراحه عيوني تلاقط يمين يسار وعارفه اسال، يعني ما شاء الله عندك شغلات حلوه، شغلات مميزه مبتكره قاعد نشوف، يعني ممكن ينفع كديكور، ممكن ينفع كضيافه. بالضبط. ممكن ايضا يعني نفس ما نشوف اشياء تزين فيها في البيت، هذه العلاقات. صح، خلينا نتكلم عن الاشياء الموجوده معنا، او نتكلم اول شيء حتى عن الصحون قبل ما خلينا نتكلم عن العلاقات. يلا مستعيله مستعيله اقول لك بعد شوي. خلينا نتكلم عن هذه الانواع شويه. من وين جاتك هالافكار الحلوه؟ والله انا الفكره تجيني كذي يعني بدون ما افكر، اذا افكر وايد ما يطلع عندي شيء اللي في بالي تسويها. هذه شنو علاقات حق انا اشوف شاي مكتوب حق الداله، يمكن هاي حق الدلال، هاي حلوه حق السياره، وحلو انها كاتبه فيها عبارات. هذه حق السياره، يمكن ما تبين من الكاميرا بس لمسات حلوه وجميله وخفيفه صراحه. حلو الصراحه. وهاي قهوه، يا سلام. قهوه. هاي القهوه وهاي الشاي. عندي شيء للحين ما نزلته ترى، جايبته بس اليوم لكم. هذه صح؟ انا هاي اللي لفت انتباهي شفته. هذه هو كله ست، خل اشيل الايباد. هذه هو ست كامل حلو. انت حطيتي الورود المجففه داخل. هاي طبيعيه قبل لا تجف، بس حطيتي عليها عقب ماده الرزن بالضبط، وصارت بهاي الشكل. وهذه حلوه حق الاكسسوارات حق البخور وغيره. ايش رايك فيني؟ ما شاء الله عليك. شفتي شلون؟ خلاص انا شايفه بس نفسك. نعطيها ورشه. هذه القطع صراحه هي وايد حلوه، اتوقع هذه الهبه الحين الناس تحب، يعني الاكسسوارات وايد البخور الاشياء اللي تنحط تكون بطريقه كذي جميله. شلون تشوفين الاقبال على هذا النوع من الفن وهذا النوع من القطع؟ يعني الناس وايد ما شاء الله يحبون الحين يسوون شغلات الضيافه. اي فاي شيء فيه كذي يجذبهم. لو شيء بسيط يعني تحطين عليه اضافه يجذب الناس. يجذب الناس يعني ممكن تكون اشياء بسيطه لكن حلوه صراحه وجميله، لمسه راقيه. اي يعني خفيفه وبسيطه كذي تلفت الانتباه جدا. حبيتها حازم شكلها. ما ينكسر اتوقع. لا ما ينكسر. زين حق اليهال بعد. خلينا نتكلم عن الصواني هاي الموجوده معنا اليوم. هذه الافكار وشون ايش كثر الوقت اللي تحتاجينه عشان تجهزين هذه الصينيه؟ يعني هو اهم شيء يكون عندي الماتيريالز موجود، دام عندي الماتيريالز يعني اقدر انجز بسرعه. اي من كثر ما سويتهم فاخذت يدي على الوضع وايد. حلو بس خلينا نرفعها حق المشاهدين. هذه الصينيه حطيتي عليها هاي طاقميه مع الفنانين. هاي سات اي كامل. سات كامل مع ذيل الاغراش. اي مع الاغراش ومع الفنايين صح؟ يا سلام وايد حلوين الصراحه. شوفي الخيل ايش حلوه على جميله. يعني شوف الحلو انه في نص بنص، نص فاضي كذي صح، عشان ما يصير في وايد يعني العين تتشتت. ايه وايد حلو. اتوقع الناس تحب كذي. اتوقع بعد شيرين يمكن في منافسه قويه هالفتره يعني ما شاء الله. اي من قعده البيت الناس يوم كورونا كل واحد بدع في شيء. اي فشلون تشوفين المنافسه وتحسين شو اللي يميز شيرين عن باقي المنافسين الموجودين اللي يشتغلون في نفس المجال؟ ما اعرف، يمكن ان انا عندي تاتش بسيطه يعني ما ابالغ في الموضوع. فهاي الشيء هاي المميز فيك. فعلا تحبين الاشياء تكون بسيطه وناعمه وراقيه وتوصل اكيد اللي انت حابه توصلينه من خلال الفن. انا قاعده الباقي هناك هاي العربي، انا احب الخطوط العربيه صراحه. عيل خلاص عندك الخطوط العربيه. حياك. عندنا هذه شنو؟ اشوف ذي اللوحه هذه. ايه تفضل. هذه شنو؟ نفس هذه تقدر تستخدمها تعلقها في الطوفه او تستخدمها كتري تحط عليها جلاس. شيء بسيط بس حلو صراحه. مكتوبه عليها بالخط العربي. هاي خطك؟ اي هاي طبعا انا اسويه بالفوتوشوب بس بعدين النجار اللي آلة التقطيع في النجاره صح. بس وايد حلوه حبيتها. يعني فيها اكثر من استخدام، فيها ممكن نحطها على طوف كديكور، ممكن شلون تجدين الفكره ان تطلعين الكلمه اللي برا. هذه هي اللي يميز القطعه كلها. يعني لو كانت عاديه كان ما شدت الانتباه صح. انا حتى حبيت قهوه يعني حسيتها حلوه تنحط على الطاوله او كورنر الكوفي يعني. والحين هبت القهوه الناس تحب تسوي كورنر خاص بالبيت. خل نشوفها كذي طبعا بدون الحروف. لأن كل قطعة تكون بروحها. أي فهي تصير كذي. والله وايد حبيت الصراحة. هذه المثلثات شنو؟ هذه نفس الشيء بعد تقدر تستعمل منها كتري قاعدة يعني حق عطورات مثلا أو قلاصات. أي يعني كل واحد يقدر يستخدمها. حلوة ممكن تزينين الطاولة يعني لما تكون الطاولة سادة حتى فازة فوقها مثلا ورد. يعني خلينا نتكلم ويا شيرين أكثر. أكيد في بداية المشروع قبل ما خلاص تعتمدين على هذا الفن وهذه الموهبه اللي عندك أن يكون مشروع، في بعض الصعوبات، في بعض التحديات اللي واجهتيها، فشلون تخطيتي هذه الصعوبات؟ يعني هو اكثر شيء عندي الوقت. الوقت اي لان بحكم البيت والشغل والعيال، فالحمد لله عندي امي وزوجي هم يعينوني في هاي الشيء. لهم تحيه اكيد يعطيهم العافيه. هم يعني تنسقين بينهم اكيد. اي لازم. يساندونك دائما الاهل في البيت. اكيد. وهل تاخذين راي الاهل والصديقات في اي قطعه بتنزلينها؟ اتوقع الحين يعني في قطع جديده احنا شفناها. تعال ما اخذنا اللوحات بشكل سريع كذي بس. هذا لين تصويري طبعا وبعدين احولهم دروينج. حلو ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. حبيت يعني في وايد اغراض. ايوه في اكثر من قطعه، في اكثر من ما شاء الله. يعني هاي ممكن نحطها ازنسات في الصاله او في الميز مع بعض، تقدرين تجزئينهم. واتوقع هاي بعد شيرين في عليه اقبال وايد. اي وايد ساعات ياخذون يجزئون، ياخذون بس لوحه واحده مثلا هذه يحطونها على الكوفي كورنر اللي هذه ويكملون معاها ب يعني انت ممكن على حسب الصوره وممكن تزينين المطبخ كامل الصاله كلها يعني، او حتى على حسب الالوان اللي في البيت الموجوده. الناس صارت تحب يعني شيرين بين فتره وفتره دائما يعني صاحب المشروع يحب يطور من مشروعه، يحب يطور من مواهبه، من الامور اللي عنده، او يحط خطط مستقبليه بعيده. فانت وين تشوفين مشروعك وين بيوصل فن ارت، او شنو الخطط المستقبليه اللي حاطتها؟ يعني حاليا ان شاء الله اجهز حق اسوي ورش سواء اونلاين او انه يجوني يعني واقدم لهم هذه الورشه، والتخطيط حاليا كله حق رمضان. كله حق رمضان. اي ان شاء الله. لان اتوقع عليه كولكشن خاص رمضان. اي اي انتم وايد مهتمين في رمضان العنصر النسائي جدا. رمضان شيء مقدس، كل شيء لازم زينه وحركه. زين بما ان احنا نتكلم عن رمضان، السوشيال ميديا وطريقه التواصل معاك عشان يطلبون الناس خاصه لرمضان، وايمان تتواصل معاك بعد اكيد يعني عبر الحساب، ممكن تستعرضين القطعه اللي عندك اللي موجوده عندك. أنا طبعاً تواصل كله بالدايركت مسج في الانستغرام، الحساب اللي هو الحساب إيه فان آرت. أخذ الأوردر من هناك ويعني والعنوان طبعاً حق يوصل الأوردر. شلون تشوفين الإقبال في السوشيال ميديا على هذه النوع من الفن؟ والله هو أحس مواسم يعني في الأيام العادية في يعني بس مو قد اللي يجي مواسم. والله في أشياء وايد ما شاء الله ما تكلمنا عنها. أو رمضان صح، لما يكون في مناسبة معينة الناس تحب تطلب أكثر، تزين بيتها أكثر. هذه صراحة حلو، طاولة شي صغيرة معاها الجلاس مع الاستكانة. اي وتقدر تخلي مثلا الشوكولات ولا صح البستون او شيء. يا سلام صراحة عندك شغلات وايد حلوة شيرين، يعني احنا سعيدين الصراحة. هاي سات بعد، هاي سات كامل صح معاهم. يعطيك العافية، نورتينا في شمس البحرين. موفقة يا رب. واتمنى لك كل التوفيق شيرين قمبر صاحبة مشروع فن ارت، على امل ان شاء الله نشوفك في الفترة الجاية، نشوف هالمشروع متطور اكثر وشغلات جديده باذن الله. بالتوفيق بالتوفيق يا رب. الله يسلمك. نروح الى فاصل متابعينا، ما نروح فاصل ونرجع باقي بنكمل باقي فقرات ليوم الثلاثاء، خلكم معنا. عودة لكم متابعينا من جديد. ننتقل إلى فقرتنا التالية، إنجاز بحريني جديد، وهالمرة في مجال تصميم الأزياء، حيث حصلت مصممتا أزياء بحرينيتان جائزة أولمبيات الملكية الفكرية 2020 المقامة في تونس، وتم تكريمهم في حفل افتراضي بسبب ظروف جائحة كورونا الحالية. فعلا المصممتان اسماء عبد العزيز النجدي وأميمة يوسف السيد قدموا أعمال لاقت استحسان لجنة تحكيم الأعمال المشاركة في المسابقة اللي جاءت تحت شعار ريادة الأعمال والملكية الفكرية. للمزيد من التفاصيل يسعدنا نستضيف في الاستديو المصممتان الفائزتان بالجائزة اسماء وأميمة. صبحكم الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيكم. صباح النور. هلا صباح النور والسرور. نقول لكم أول شيء ألف مبروك. الله يبارك. نبتدي معاك أسماء، نتكلم عن المسابقة وأجواء المسابقة وأهداف هذه المسابقة. المسابقة نشر إعلان المسابقة مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون. نعم. وزارة التجارة الصناعة والتجارة والسياحة أنشرت إعلان المسابقة اللي أقامها المعهد التونسي للمواصفات والملكية الصناعية برعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو بجنيف، وكانت تهدف للابتكار طبعاً، لكن التركيز أكثر كان على الشخص نفسه من حيث درايته بأهمية الملكية الفكرية وإيش كثر هو مهتم في هذا المجال. وكان الهدف نشر التوعية عند فئة الشباب بهذا الملكية اي، وطبعا الطريقه اللي لازم يستخدمها فيها الطريقه الصحيحه. اي صح. وانت عندك ابتكار تدخل في المسابقه ولازم تتكلم عن الملكيه الفكريه وانت ايش كثر درايتك عنها. فعلى هالاساس كان جميل مسابقة. يعني مسابقه فيها هدف واضح اللي هي التركيز على الملكيه، مهم جدا اكيد حق اصحاب المشاريع ورياده الاعمال. هذا الموضوع اكيد ننتقل له شميمه، وخلينا نسولف اكثر عن طبيعه المشاركه في هذه المسابقه، شلون شفتوها وشلون شفتوا التجاوب وردود الفعل؟ صح. مثل ما قالت اختي اسماء، هو المعهد الوطني للملكيه الصناعيه في تونس يوم اطلق هاي المبادره الهدف منه مثل ما قلنا توعيه الشباب. فقمنا أنا وأسماء، طبعاً رشحتنا السي او حقنا اللي هي جليل الأعراب، رشحتنا بحيث أن هي شافت ابتكاراتنا وعجبتها، الابتكارات، فقالت لنا اشتركوا. والمشاركة عبارة عن 3 دقائق فيديو، كل واحدة تقول شنو الابتكار مالها وشنو درايتها بالملكيه الفكريه. على هالاساس يختارون من الرابح ومن الخاسر. حلو، يعني كان عن طريق المشاركه، كانت عن طريق فيديو مدته 3 دقائق 3 دقائق تتكلمون فيه وعن الملكيه الفكريه، شرح وافي. بس ما تحسون 3 دقائق قليله؟ قليله شويه، لا والله هي وافيه، بحيث انها تشرح في البدايه عن شنو هو الابتكار وبعدين تشرح شنو مفهومك للابتكار. انزين اسماء، خلينا نتكلم عن ابتكاركم انتم بالتحديد، اللي هو فستان يعمل بالطاقه الشمسية. كلمنا عنها أكثر. نحتاج إحنا البنات أتوقع. كل أحد أحس يحتاج. هو تصميم من ضمن تصاميمي في كولكشن تخرجي كمصممة أزياء من حاضنة البحرين للازياء. وكان عندنا 3 عوامل لازم ننفذها في الكولكشن، عامل التراث والاستدامة والتكنولوجيا. لازم تدمجينهم مع بعض. إي في الكولكشن، فمن هني جاتني الفكرة. دخلت شاحن التلفون، اخترعت فكرة شاحن التلفون في الملابس، فحققت عنصر التكنولوجيا، وبإضافتي للألواح للطاقة الشمسية حققت عنصر الاستدامة وصار صديق للبيئة. حلو، يعني صراحة فكرة يعني ما تجي على البال، ولا تخطر. شلون من فستانك تشحنين تلفونك؟ شلون دمجتوا الواح الطاقه الشمسيه على الفستان نفسه؟ عشان يكون في استدامه، لان احنا مطلوب منا ندخل الاستدامه. ايوه، ويكون مصدر طبيعي بعد. حلو، صديق للبيئه. يمكن بتكلم معك شميمه عن هذا الموضوع، يمكن كان تصميم او الابتكار نفسه صديق للبيئه، فكلمينا عن هذه الخطوات اكثر والمراحل والتفاصيل. هو شوفي مثل ما قالت ابتكار اسمه كان شيء مطلوب في التخرج، اللي هو نستخدم 3 عناصر. أما عن ابتكاري فهي في مرحلة ثانية عقب التخرج، اللي هو في جائحة كورونا. جائحة كورونا فكرت في وايد أشياء، كوني مصممة أزياء وسيدة أعمال، عندي محلي في فساتين الزفاف والسهرة. شوي في فترة الجائحة صارتنا صعوبة في أخذ مقاسات الزباين. ففكرت يعني أنا الحين ما أقدر أخذ مقاسات الزباين وممنوع، والمحلات سكرت، حتى التسوق صار اونلاين. صح. بس ساعات الزبونه تحس بصعوبه انه هي شنو المقاس الصحيح بالضبط، حتى لما يكون في تخوف عندك. تخوف، ومو دائما يعني الشيء اللي تطلبينه يكون بالضبط مقاسه نفس مقاسك. ففكرت في تطبيق الكتروني. التطبيق عباره عن ماسح او تاخذين صوره يعني سيلفي مثل ما تقولين، وياخذ مقاسات الجسم كامله، يحولها إلى اللغة العربية والإنجليزية، ويقارنها بجدول المقاسات العالمية. حلو، فأنت سهلتي الموضوع وسهلتي العملية، سواء كان عليك كمصممة أزياء أو على حتى الزبونة اللي يمكن تلاقي صعوبة في أنها تاخذ مقاساتها. صح، أيوه، وهالشيء يخدم بعد أصحاب المحلات، أنه هو يوفر عليهم استقدام العامل. في عامل مختص بس في القياس. صح، عشان الفتنج احنا نسميه، حق الفتنج. أيوه، أي فيعني هاي تكلفة العامل طبعا يوفرها. وبالنسبة حق الأشياء الوقائية، احنا صارت في فترة كورونا يعني نتحاشى ان التقارب، فهذه يعني يوفر هالشيء، ان اولا من الناحية الصحية لسلامة المجتمع والفرد، ومن ناحية التكلفة على أصحاب المشاريع. يعني مشروعين مختلفين لكن في نفس المجال، في تصاميم. أول شيء فستان اللي يكون بالطاقة الشمسية مع الشاحن، والثاني ياخذ المقاسات. هذه أنا أحتاج اللي ياخذ المقاسات. بس هاي يعني شيء صعب، شلون أنت قدرتي تنفذينه؟ أن أنا بس بمجرد صورة. ما في شيء صعب على المخترع. ما شاء الله عليكم. يعني أسماء، خلينا نتكلم أكثر شوي عن الفستان اللي أنت صممتيه. أي نعم. أكيد يعني صار إقبال عليه، شلون أنت قدرتي تصممين فستان بهاي المواصفات وأيضا يرضي ذوق البنات اللي ما يرضيهم شيء يعني؟ بالضبط، قوية ما يرضي لنا شيء، حرام يعني. لو خيط طالع بتقول لا تشكوا في خيط. اي صح، هو يعني هذه كان اصعب شيء يعني من الصعوبات اللي واجهتني من بدايتي لتأسيس الفكرة. هذه أكثر شيء كان صعب، شلون إني أجمع بين الأناقة والتكنولوجيا والاستدامة. هذه فعلا كان صعب. كان صعب. إيه، ولأن الألواح ما يصير تكون ألواح صلبة، لازم تكون مرنة، لازم تكون ملونة تناسب الفستان. إيه، عشان حتى يعني اللي بتلبسه فستان ما تحس إنه في شيء ضايق أو بيلبس أجهزة يعني. ترى على الفكرة الابتكارين يخدمون عنصر يعني النساء والرجال. اي في ثوب بعد بسوي اسوي لك الثوب، احطه بس في احط التليفون بس في مخبأ يشحن. اي بس مجرد تحطه يشحن على طول. ما شاء الله والله زين، احنا نحتاجه صراحه بالذات حق الشغل. خلاص الحين وصلنا يعني الابتكارات عالميه ما شاء الله تبارك الله. يعني اكيد احنا نفتخر فيكم، لكن ميمة ابي اتكلم اكثر. يعني انت ذكرتي موضوع الابلكيشن، اكيد كان في انت واجهتي بعض الصعوبات بعض التحديات عشان تطبقين هذا الابلكيشن وتحسين هو فعلا ياخذ القياسات الصحيحة. صح. أكيد كان في تدريبات مستمرة، تحضيرات. كلمينا عن هذه الأمور اللي يعني كانت شوية فيها صعوبات لكن قدرتي تتخطينها. هو شوفي أي ابتكار أول مرحلة هو طبعا مرحلة البحث عن الفكرة. أول شيء أنت تبحثين عن الفكرة، بعدين تبحثين هل الفكرة موجودة ولا مو موجودة. إذا كانت الفكرة موجودة تطورينها، هاي يسمونها ابتكار. شو الفرق بين الاختراع والابتكار؟ الاختراع تخترعين شيء من العدم، الابتكار فكرة موجودة بس تطورينها. مثلا عندنا السيارة كانت موجودة من زمان. صح. بعدين الابتكار اللي صار انه طلعت سيارة على مثلا طاقة شمسية، سيارة على الكهرباء. هاي يسمونها ابتكارات. الابتكار انك تطورين فكرة موجودة اساسا. احنا كقياس جسم ناخذه من زمان. ولا زلنا احنا، انا من فتحت محلي يعني تقريبا 13 سنة ما شاء الله، ما زلنا على الفيت العادي يعني. وطبعا جميع المحلات يستخدمون هاي. فلما انت يعني تاخذين الفكره هاي هي موجوده مقاس جسم، تنفيذها الصعب، تنفيذها وتطويرها. لازم اني لمرحله خلاص نطور الافكار، نبتكر افكار جديده عشان ما نوقف في نفس المستوى، واحنا دائما نطمح حق الشيء اللي يكون متقدم مع المجتمع، مع هذه العولمه اللي احنا قاعدين نعيشها. ودائما البحرينيين مبدعين للامانه، متميزين، واحنا نفتخر بالطاقات الصراحه الشبابيه البحرينيه، بالذات في المراه البحرينيه اللي انجزت الصراحه في على كل المجالات. لكن اليوم قاعد نتكلم احنا عن ابتكارين مختلفين، العمود الرئيسي في المجتمع. صحيح. أكيد احنا نشكر تواجدكم وحضوركم معنا اسماء عبد العزيز النجدي وأميمة يوسف سيد، كل الشكر لكم. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، إن شاء الله ننتظر المزيد من هذه الابتكارات. انتظار ثوب يعني. أي أكيد أول ثوب لك. يعطيكم العافية. الله يعافيك، مشكورين. في الختام أكيد مشاهدينا نذكركم التقيد بالإجراءات الاحترازية مسؤولية وطنية، تحتم على جميع أكيد الالتزام فيها لمواصلة التصدي للفيروس والتعامل معه في كافة مراحله بحسب الخطط الموضوعة حتى يتم القضاء عليه. بلا شك إيمان، من الضروري أن نلتزم لمصلحة أقاربنا ومجتمعنا وأيضا لوطننا علشان نقدر نحول الخطر إلى أمان والخوف إلى اطمئنان. نلتزم للبحرين. واكيد نلتزم للبحرين. اكيد ارجع اذكركم مشاهدينا ان تقدرون تتابعون هذه الحلقه من برنامجكم شمس البحرين، بالاضافه للبث المباشر وباقه من البرامج اللي تقدمها قنوات واذاعه تلفزيون البحرين عبر تطبيق BH TV راديو وموقع live.bh. كذي ايمان نكون وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من شمس البحرين وفقرات متنوعه ومحطات مختلفه. اترككم في حفظ الله. مع السلامه. مع السلامه.